لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة بين كماشتين الحلقة الأولى هي رقص معي يا أحلى عروسة يا أختي أنت عارفة أنني ما أعرفش رقص يا إكرام إيش يعني رقص وحدي أرقصي لبكرة ما حد بيضحك عليك إيه والله صدقتي يا خيرية المفروض أن نسوان الحافة كلهن موجودات لكن إيش نسوي كنا منتظرين حفلة خطوبة إيمان عشان نرقص ونفرح إيش نسوي بالظروف اللي حكمتنا إحنا إيش من ظروف أنا بصراحة ما أناش مصدقة أن في مرض بهذه الخطورة وأكيد الكلام ده كله كذب كشوفي أخوك ده ماله تأخر ليش ما عجشنا الآن ما تبى يلبس البنت الدبلة والشبكة التصريب وكي يحيى قال إنه معه اجتماع في شغله وأول ما بيخلص أكيد بيجي إيش من عمال مش أنتي قلتي إنه أخذ أجازة اليوم من المدرسة عشان حفلة خطوبته وبنتي إيمان إيش ده الكلام أيوة يا عمة هو أخذ أجازة بس ما سمحولوش وهو واجي أكيد لكنه راح عمله التاني في مركز التدقيق لأنهم اتصلوا له الصباح وقالوا له إن معاهم اجتماع مهم وضروري يحضر فاضطر يروح بس هو واجي أكيد لا تقلقيش بيأذن المغرب وهو عاده ما اتصلش ولا أجا كشوفي ماله يبي تتأخر ليكون حصل معه ظرف حاضر يما الآن بروح أجيب التلفون واتصل له لقاحات كورونا في اليمن لحمايتنا وحماية أحبائنا بينما ننتظر تلقيح كل يمني لازم نواصل حماية أنفسنا وعائلاتنا لازم نلبس الكمامات لما نكون خارج منازلنا أو مع أشخاص آخرين ولازم نغسل أيدينا بشكل متكرر بالصابون أو معقم اليدين ولازم نتجنب الأماكن المزدحمة ونحافظ دائما على مسافة بيننا وبين الآخرين حماية أنفسنا هي فعل محبة لعائلاتنا ابقى آمنا واحمي أحبائك ألو ألو يحيى فين قدك يا أخي أنا في الطريق واجي لعندكم فين بالضبط قريب ولا بعيد خمس دقائق وأنا عندكم يلا توصل بالسلامة الله معك مع السلامة يلبس العروسة تسمعوا يدخل مني بالتبة في بش حاجة ما فيش اللي احنا الأربع اللي بيسمعك بيقول ان الحريم حق الحافة كلهم عند احنا آح لا تقارينيش يا خيرية فوق ما أني مقهورة سألك بالله خلي لي حالي واني والله يا اختي مقهورة ما كانت شعراسنا كذا باردة لكن ايش نسوي يا اختي الله الله يا ساتر ادخل ادخل يا اخي ما فيش احد غريب ادخل يا عروس أيمن مالك على أخوك الصغير أنا قلت لك ما توتش يدك عليه يا أبا ما عملت لهش حاجة أقلع عندي وهو يبكي وقال إنك ضربته بيكذب عليك يا أبا ولا عملت له حاجة
قلت له يغير القناة وتفرق على المباراة، ما رضاش. حاولت معه ولا رضى، ورجعت أخذت منه الريموت وغيرت القناة. هو أخوك الصغير يا ابني يا أيمن، تعامل معه بهدوء وأدب، أنت قدوته. قل له يروح يذاكر، والمفروض تذاكروا سواء وتغلقوا ده التلفزيون. لا عندي وتقتلب ناصح، وابنك بيشوف التلفزيون 24 ساعة ولا واحد يكلمه. أما أنا لما أجي جلس مش وقت مباراة، غلق القناة وقم ذاكر. أشتي أتفرق لي أسبوع وأنا منتظر للمباراة. يا ابني فهمنا، قم أنت وخلي أخوك عشان يسكت، لا تحرقش دمي. مش على كيفه، بس الجنان يا أيمن. واسمع أنت الكبير، أنت كده دائما بتوقف معه عشان تسكته، ولا خليته لنا حاجة، كل حاجة له. أنا بسيب لكم البيت وريحكم مني. أيمن أيمن فبتروح، ارجع. ها لو تخرج من البيت بايقع. ها أيمن. مبروك يا أخي، ألف مبروك يا إيمان، الله يسعدكم ويتمم لكم على خير يا رب. الله يبارك في بك يا كرام، وعقبالك يا رب. يلا يا يحيى لبس خطيبتك الدبلة والمحبس، وانتي لبسيه المحبس واني بصوركم. ليش جالسة جنب بعض؟ انتم عارفات ان الأمراض منتشرة؟ هيا قومي يمه وانتي يا عمه، وابعدوا قليل. هيا هيا دحين بنقوم ونوقف جنبكم عشان نتصور معاكم. نتصور لكن خلونا متباعدين. بصراحة أنت تبالغ يا يحيى. لا يما، هو اللي إجراء وقائي عشان نتجنب الأمراض. وما لك أنت والمرض، لك شهر وانتوا على نفس الموال تباعدوا تباعدوا ما تعبش. يما نفدالك، مقصد يحيى خير. بس لكن أنا تعبت من فلسفتكم دين. يا عمّا كلامي مش فلسفة، كلامي هو واقع يعيش العالم. لازم ننتبه لصحتنا، لأن فيروس كورونا ما يرحم أحد. ايش من كورونا وايش ده الكلام يا ابني، ده كله كلام نت. مشكلتنا مش مستوعبين خطر المرض وحجمه. لو تعرفوا كم عدد الناس اللي بتمرض وتموت، اللي حاصل مش مبالغه ولا كذب. المرض بيفتك بالناس واحنا مش مصدقين. ماله بس هدره، انا قلت لكم ان اخبار نت. شوفي الاخبار والناس يمكن تحسوا. يحيى لا تتعبش نفسك معاهم، بيصدقوا حبه حبه. وتعال لبس خطيبتك الدبله. تمام. يلا تحرك قدامي اللي عند الإدارة، لازم المدير يعرف عمايلك. ما بتحركش، ما عملت حاجة. أنت الغلطان، مشي معي للإدارة أحسن لك، لا تخلينيش عاقبك. فلت لي، ما بروحش معك مكان. خير يا أستاذ، مالك؟ ليش ماسك الطالب كده، إيش سوى؟ أيمن ما حد بيضبطه إلا المدير، وهو رافض يروح. ضروري تعرف إدارة المدرسة أفعاله ويحطوا له حد. إيش سوى دي المرة؟ أخذ كمامة زميله وقطعها ورماها. ليش يا أيمن سوت كده؟ لأنه يا أستاذ طول لسانه علي، والطلاب كلهم يشهدوا. صح كلامه يا أستاذ يحيى، بس هو من سوى المشكلة معه من أساسها. طيب إيش سوى بالضبط؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان القري، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نذير العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام.
إخراج نزار حمزة.